تعرفين عن حالك؟ أنا اسمي سوسن حسن حيدر، عمري 24 سنة، أنا من سنجار. من أي قرية؟ من داخل المدينة، من حي المدينة؟ نعم، من نفس المدينة، من حي أزادي. سوسن، تحكي لنا شو بتتذكري ب 2014؟ يعني شو صار معك؟ يعني ب 2014 وقت اللي صار المعركة على سنجار، كنا يعني أنا مع أهلي ومع عائلتي كلها. يعني في الليل بدأت المعركة، ما في صباح دخلوا، يعني كانت الكابوس في الصباح صدمونا ودخلوا علينا داعش. إحنا كمان يعني مثلنا، يعني كل السنجاريين كلهم اليازيدين كلهم كانوا يعني يجهزوا حالهم حتى يطلعوا يروحوا للجبل. كمان حاولنا نخرجوا، أنا وعائلتي كلها مع أعمامي وأهلهم. يعني بعدين إحنا في نصف الطريق مسكونا داعش، أخذوا الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، والنساء يعني أخذوهم للمدارس هيك، يعني جمعوهم في مدارس. بعدين الرجال يعني مجهولين الحال، ما نعرفوا أي شيء عليهم. أما النساء يعني صاروا يعني يبيعوهم، وصار كيف يعني التجارة في النساء وهيك. وأنا كنت مع يعني مع أمي. بعدين أخذونا لسوريا، من سوريا رجعونا للقائم العراق. بعدين أنا فرقوني على أمي من القائم، أخذوني لأنبار، بقيت في الأنبار فترة سنة. صار المعركة على الأنبار، صاروا ينقلوني من مكان لمكان لما يعني اشتد الحال عليهم، الوضع تبعهم. أخذوني الموصل، بقيت في موصل شهر تقريبا. بعدين أخذوني الرقة، وصار أحداث تبع رقة كمان، يعني لهذا القرب من الرقة. أخذوني الميادين، وكمان من ميادين صار يعني استنفارات، كيف يعني من ميادين لعشارة، أخذوني لعشارة، من صار القصف على ميادين. رحت العشارة كمان صار قصف كتير علينا، رحنا البوكامل صار يعني قصف الطيران كتير. بعدين عبرنا النهر رحنا للهاجين، من هاجين كمان صار المعارك تبع هاجين وهيك. القوات يابجان يعني تقربوا للهاجين. بعدين من هاجين رح أخذون للشعفة، للسوسة، للباغوز. ضليت في الباغوز الهدنة ثانية، يعني كنت خرجت من باغوز، جيت المخيم الهول. وقت جيت المخيم الهول أنا يعني كان عندي خوف أرجع لأهلي، أرجع لسنجار. يعني قلت بعد هالسنوات كلها كيف رح يكون الوضع هوني، كيف رح يكون يعني المجتمع، رح يقبلونا ولا لا. فخفت أرجع، سجلت حالي أنه في المخيم مهاجرة، ما يعني ما رضيت نروح للقسم العام اللي هو السوريين وعراقيين، لأن كان فيه رجال وهيك. دخلت القسم المهاجرات، ضليت 3 سنوات أنا داخلة في سنة الرابعة عندهم. وبعدين صارت الحملة الإنسانية، القوات يابجة عملوها للمخيم، ويعني حرروني من إيديهم الحمد لله. وأنا كتير فرحانة يعني بعد ما تحرر بعد كل هالسنوات، وأنا ما كان يعني ما كنت أظن حيكون هيك يعني استقبال. يعني حتى من حكيت مع أهلي كيف كان، يعني أهلي كتير فرحانين فيا، وتعامل قوات حماية المرأة يابجة كان تعامل تبعهم كمان كتير جيد معانا. يعني أنا كتير فرحانة، بدي أرجع لسنجار وأرجع لأهلي بعد هالسنوات كلها. وأتمنى يعني ترجع كل يعني وحدة يزيدية في إيديهم ترجع، ما يطلع عندها ذاك الخوف وهيك. ويعني أنا أشكر كتير يعني قوات يابجة، يعني هن اللي حررونا، يعني كالعادة اللي كل مرة يعني حرروا وحدة يزيدية وهيك. وأتمنى يعني أرجع عند أهلي لسنجار، يعني أشوف أمي وأهلي بعد هالسنوات كلها. أسألك شنقول بالنسبة لك شو؟
مشتاق لشنغر؟ شو أكثر شيء مشتاق لشنغر؟ ليش ما؟ يعني مشتاقة لأشوفة أهلي، مشتاقة لسنجار بنفسها، يعني أكيد الفرحة راح تكون ناقصة، نصف الأهل مو موجودين. لمين حكي معك من أهلي؟ أنا حكيت مع أمي وأخواتي، وحكيت مع أخي، يعني حكيت مع خالي كمان من سنجار. مين اللي عندك مسافر؟ يعني أنا ما بعرف شي عن أبي، وثلاثة من أعمامي وواحد خالي، وعندي واحد ابن عمي وواحد أخي كمان ما أعرف أي شي عليهم. يعني سبعة من عائلتي واثنين من بنات عمي كمان ما بنعرفوا أي شي عليهم. منها كمان يعني أسمع يعني إنه كمان يرجعوا. طب هلا جايبين مثلا حدا من أهلك هلا بيسمعي، شو بتوجهي لهم لذا؟ يعني أنا يعني صبرنا هالسنوات كلها، ان شاء الله كمان كيف ما يعني نتفرج الله سبحانه وتعالى فرج علي وارجع عند اهلي، كمان ان شاء الله يعني نسمع خبر عن اخي وعن اعمامي وابي وعائلتي المفقودين كمان يعني يرجعوا لنا. وانا ما كنت متوقع يعني هيك راح يفرحوا فيا، انا كنت خايفه من يعني كيف المجتمع كيف حيستقبلونا بعد هالسنوات كلها، كيف راح يكون تعاملهم معانا. هلا بعد الفرمان هلا بشنغال في قوة حماية المرأة الشنغالية، المرأة اليزيدية، طاجين، في يبشي هونيك، يعني قوات حماية شنغال هلا تأسست وخاصة بالنساء، هلا نفسه عم بحموا شنغال. إذا في حال أنتي رجعتي شو حاطة بالك؟ شو راح تسوي بشنغال؟ ما تفكري تنتقمي منه؟ أكيد يعني طب شو بتقول لقوات اليبجي اللي هم حرروا اليوم وبفضل دماء الشهداء على يعني الحملة بلشت وعم تم تحرير النساء اليزيديات يوم عن يوم؟ يعني أنا أشكرهم كتير، وهذا يعني من تعبهم وهيك يعني حررونا، ويعني كالعادة وككل مرة يعني بيحرروا وحدة كمان حرروني، وأتمنى كمان يحرروا الباقيين كمان. وأنا كتير فرحانة يعني حتى تعاملهم كان معانا كتير جيد، وأشكرهم كتير يعني.